لو عاوز تقول كلمة أخيرة أنا ما لا في أي موضوع عاوز تقوله اتكلم فيه أنا ما عنديش مانع. هو أولا أشكرك تاني على الاستضافة. أنا خلصت أسئلتي اللي كنت عاوزه منك خدته. في حاجة مهمة إذا أنت عاوز تقول حاجة أنا هكون سعيد. أنا أرجو إن الناس تبعد عن فكرة المهدوية. بمعنى المنتظر. المخلص. بمعنى المخلص. ده بيبقى مدعاه للكسل، لكسل الشعوب. تحمل المخلص مسؤوليه كل حاجه، تقعد في البيت وتنام وتنتظر المخلص يجي يعمل كل حاجه. ولما لا تتحقق هذه الامال او الاوهام فشل. فنثور مره ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا الى ما لا نهايه. هو قال امبارح في خطابه. فانا عايز توسط ما بينه، بالتاكيد انت تحتاج الى قائد قوي. وبالتاكيد تحتاج الى قائد يفهم. وقائد قادر على اداره فريق، لكن من غير الفريق، وده شيء في غايه الاهميه، من غير الفريق لن يتحقق شيء. نعم. من غير أن يتحمل كل واحد في هذه البلد مسؤولياته، وأن يفهم أن البناء بيأخذ وقت، وأن إدارة التغيير تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى وقت عمل جماعي وتحتاج إلى وضوح، لن يتحقق شيء. أنا بشكرك أستاذ نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، شرفتني. وأعتقد قلنا حاجة جديدة يعني. أنا آمل ذلك. ربنا يخليك. شكرا جزيلا.